الله عز وجل قال عن نبيه: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة تجلت في كل حركات النبي الأعظم، وليست محصورة بعالم، بل هي شاملة للعوالم، وليست محصورة بالجنس البشري. إن رحمة النبي صلى الله عليه وآله شاملة لكل ممكنات الوجود، حتى في أشد الظروف قسوة في الحرب نجد أن رحمة النبي صلى الله عليه وآله تتجلى في الوصايا التي كان يعطيها للعسكر قبل المعركة. فعن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يبعث بسرية بمجموعة من الجند دعاهم فأجلسهم بين يديه، ثم يقول لهم: سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لا تغلوا ولا تمثلوا. يعني حتى إذا وصلت المسألة في ساحة القتال إلى أن تقتل العدو، لا تمثل به ولا تمثل بجثته، ولا تقطع له رأسه، ولا تقطع له الأعضاء، حتى وإن لم يكن من المسلمين. لا تغلوا ولا تمثلوا، لأن هذا الأمر ينافي سماحة الإسلام. والحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: لا تمثلوا ولو بالكلب العقور. إذا نهانا أن نمثل حتى بالحيوان، فكيف بالنفس المحترمة؟ ومن هنا فإننا نرى هذه الأعمال التي يقوم بها البعض من تمثيل بالجثث تحت أي ذريعة كانت تنافي تعاليم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. يكمل رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ولا تغدروا، لأن الغدر ليس من شيم المؤمنين. ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة، هؤلاء لا يحاربوكم، الشيخ الكبير والمرأة والطفل الصغير لا تقتلوهم. ويكمل ليقول: ولا تقطعوا شجرة إلا أن تضطروا إليها. انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وآله، يوصي الجند ليس فقط بالبشر، ليس فقط بالعجموات، بل حتى بالنباتات.